أخذنا إفادتك، ممكن توقعينا هون؟ خلصنا؟ إذا صار معنا أي شيء جديد منتصل فيكي. شفتوا تسجيلات الكاميرا؟ عم ندققها مرة تانية. الحمد لله على السلامة. شكرا، يلا رح أطلع ما معك. في داعي، بعرف الطريق لحالي. شكرا مع إلك. فاي، مع السلامة. طول بالك يا حلو، لا تزعل. تعال. أنا منيحة حبيبي، لا تخاف. حددك مو هيك؟ مين؟ مين؟ مين يعني؟ أبي. زلمة ما منعرفه بفوت لهون، ما بيكسر شي بالبيت ولا بيسرق أي شي، كل شي بعده مثل ما هو. زلمة فات بس من شانك. ايه هذا اللي صار. ليك ابني، احيانا بيصير معنا شغلات غريبة ما قلها اي تفسير، وما بيكون في داعي ندور وراها كتير. صدقني ما كان ابوك. ليش ما عم اقدر صدقك ولا باي شكل؟ رح يكون احسن اذا بتصدق بسرعة. اللي حكيته هو اللي صار. طيب رح أخذ شوية أغراض على البيت ورايح. علي علي، بترجاك ما تعمل أي شي تندم عليه. إيه؟ تمام. مين حضرتك؟ حارس أمن خاص. ومين اللي بعتك؟ هالوك بيك اللي بعتني. لما كنا عم ندور بلابتوب هالوك فجأة اتصلنا بالغلط، صورة أبي طلعت بوشي. هالوك عم يبعت مصاري لأبونا من 5 شهور. عن أي أب عم تحكي؟ نحن ما عنا أب. أبوكي مانو موجود. عم تفهمي نازلي؟ أبوكي مانو موجود. أبونا راح واختفى. بعدين شو هالشغل اللي بده يجمع هالوك بأبوكي؟ سيلين اسكتي شوي. ليش عم تكذبي على حالك؟ كيف يعني ما عنا أب؟ عاملك شفته بعيني. أنا ما بدي يكون عندي أخت مثلك بنوب. وين ما رحتي بتعملي مشاكل وبتزعجي العالم حواليك. يا العيلة كان نازلي. سيلين روحي على غرفتك. ما رح ضل قاعدة جنبها حتى لو انت بدك. نحن ابونا مانو موجود. ابونا اختفى. بشو احلف لك؟ شلون بدي خليك تصدقي اني شفته؟ والا شو كان في داعي اعمل كل هالمشكلة هلا؟ بس يا نازلي، هي مو اول مرة بتحرجينا وبتفضحينا بالبيت. يعني مو مصدقتيني لسه؟ لك حبيبتي، انتي ليش عم تخليني اعيش نفس الموقف كل مرة؟ ليش مصرة تضلي تحطيني بمواقف مش قدام هدول الناس بسبب تصرفاتك المتهورة؟ ركزي معي، انتي حتى لو شفتي ابوكي ما رح تعرفيه بنوب. انتي مجنونة؟ اصلا كان عمرك 4 سنين ونص لما هو راح. ما عنا صورته وما عنا اي شي بخصه. قوليلي كيف بدك يعني صدقك؟ شوفي، نحن عنا صورته، انا خبيتها. لما انت كبيتي كل صور وانا اخذت وحده بالسر وخبيتها، شو صدقتيني هلا؟ يا روحي ما تزعلي مني، ما عم اقدر صدقك. معناها اطلعي وتركيني. اصلا انت صرختي علي كثير، تركيني لحالي. تمام، انا رح انزل لتحت وحاول روق العالم اللي زعجتيهم حضرتك. يعني ليش ما حدا عم يصدقني هون؟ ايه انا عندي اب وشفته اليوم بعيني.
سيلين، معقولة تكون نازلة عم تقول الحقيقة؟ باري، نحن ما في عنا أب. هي عم تتخيل هالشي، عم تحلم. تعمل هيك من زمان، كانت تركض ورا الزلم بالشارع وتتخيل إنه حدا منهم أبوها. أنا كمان مثل بسأل حالي كتير كل يوم. قلي لي باري، شو بتسألي حالك؟ عن أبونا مختفي من 15 سنة، لسه لهلأ عم تسألي عنه؟ انسي بقى. طيب ما رح أسأل. طيب بلكي هو كمان بيفكر فينا. ليكي، الكلام عن أبونا بيضايقني كتير، خلص بقى حاجة، بكفي. Face your heart.